صحة وسعادة. صباح الخير والسلام عليكم على جميع المستمعين معانا اليوم. صباح الخير والنور والإشراق على الإمارات أغلى وطن، وعليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإذاعي برنامج صحة وسعادة. برنامجكم اليوم، برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع أفضل إذاعة، إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. اليوم حاب أشكر أو أبتدي الحلقة هاي البسيطة معاكم بإني أشكر جميع اللي متواجدين معانا اليوم من إعداد وتنسيق. أول شيء فريق الكامل اللي موجود معانا اليوم، ابتداء بمخرجنا المتألق والقواسمة. حابين بعد أيضا نذكركم بأرقام التواصل، الأرقام التواصل على 6005514114، وعلى الرسائل النصية 4006. حابين نسمع من عندكم كل الأشياء اللي نحن ممكن نتطرق لها اليوم، وعندنا فقرات مميزة بإذن الله. من فقراتنا المميزة اللي بتكون اليوم آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، وهذا الخبر اللي بنتطرق له إن شاء الله اليوم عن خلنا نقول في مثلا شعوب أو حتى عادات مثلا الجدات والأمهات أو يورثونها للأمهات الجدد، خاصة لما تكون مع يكون في رضيع جديد أو بيبي جديد في العائلة، فكيف يتعاملون مع هذا الطفل أو مع هذا الرضيع. من ناحية أكيد عندنا في وايد أشياء الأمهات تعلم بناتها وإلى آخره، بس كيف تهدئة الطفل؟ فخبرنا اليوم بيتطرق عن صعوبة التنفس، وهل هذه أي علاقة بمتلازمة خطيرة جدا هي متلازمة الرضيع المهزوز. حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين الوالدين من هز الطفل الرضيع بغرض تهدئته وإيقاف الصراخ على سبيل المثال، حيث يرفع ذلك خطر إصابته بما يعرف بمتلازمة الرضيع المهزوز، والتي تهدد بحدوث تلف جسيم بمخ الرضيع. وأوضحت الرابطة أن عضلات الطفل الرضيع تكون ضعيفة جدا، وبالتالي يتعذر عليها الحفاظ على ثبات واستقرار الرأس التي تكون كبيرة وثقيلة نسبيا، لذا تترجح أو تتأرجح الرأس عند هز الطفل بشكل خارج عن السيطرة، وما يؤدي إلى اصطدام المخ الذي يكون حساس للغاية بداخل الجمجمة. وقد تؤدي هذه المتلازمة إلى حدوث نزيف داخلي وأضرار بالغة بأنسجة المخ، ما قد يتسبب في إصابة الطفل بالعمى الجزئي أو الكلي أو إصابته بالشلل الدماغي أو لا سمح الله أي إعاقات ذهنية، وفي أسوأ الأحوال قد يصل الأمر إلى حد الوفاة. لذا يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة أعراض مثل الذي ذكرناها قبل شوي، والتي تدل يمكن على المتلازمة أو المتلازمة عند الرضع الجداد، والتي تتمثل في العصبية الشديدة مثلا أو صعوبة التنفس، وخاصة إذا لوحظ أن في زرقة في الجلد والقيء المستمر. الله يبعد عنا وعنكم أي مكروه وعن أطفالكم. فحابين بس بعد نذكركم إذا في أمهات جدد، إذا في أي استفسارات ممكن تشوفها الحامل، ونحن التذكير دائما يكون إن رحلة الطفل تبتدي من مرحلة الحمل،
فالأمهات الجدد أو أي أم عندها طفل جديد أو مولود جديد جاي في الطريق، فمن المهم أن يكون لديها أسئلة أو عندها أشياء معينة. وطبعاً تبتدي العوائل أو الأمهات أو لو كان في حد أو الخالات أو العمات أو حتى من الوسائل التواصل الاجتماعي بذكر مثلاً طرق معينة للتعامل مع الأطفال، مع الأطفال الرضع. فنحن ننوه ونحب نخبر الأمهات الجدد أن الطاقم الطبي وين ما كان ممكن يساعد الأمهات الجدد إن يعني بأن تتعامل مع الاستفسارات، وما في أي استفسار معين ممكن يكون غريب أو إلى آخره. بالعكس، نحن نفضل أن الأمهات يلجؤون إلى أطباء مختصين في من ناحية أن يتلقون المعلومة الصحيحة. وقبل ما ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم، حابين نشارككم هذا الخبر ونشارك مع جميع المستمعين عن خدمات الأسنان في عطلة نهاية الأسبوع. نود تجويح عناية سعادة المتعاملين بتمديد أوقات العمل، وهذا اللي يخص في هيئة الصحة في دبي في عيادات خدمات الأسنان التابعة للهيئة، لتصبح من المواعيد متوفرة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ونهاية الأسبوع صارت الحين من بداية هالسنة يوم السبت ويوم الأحد. بمناسبة هذا الكلام، إذا في أي استفسارات، طبعا نحن نحب ناخذ أي استفسارات عن طريق المواقع السوشيال الميديا المتواجدة أونلاين أو عن طريق الاتصال على 800-342 أي 800-342. وهذه العيادات والمراكز تتوفر في المراكز الرعاية الصحية الأولية على مدار الأسبوع، طبعا في مراكز نفس مركز نجد الحمر الصحي ومركز البرشة الصحي. أما من الاثنين إلى الخميس في خدمات متميزة لأسنان الأطفال في مركز الصفا الصحي ومركز الممزر الصحي. ناخذ فاصل بسيط وقصير ونرجع لكم مع فقرات أخرى. صحة وسعادة. رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المستمعين، معاكم محدثتكم دكتورة سارة الدلال وبرنامج صحة وسعادة. ومن التنسيق معانا ميرا، خلنا نشوف الميرا غفللي ممكن، ومعانا مخرجنا المتميز وائل. فمعانا المخرج والمذيعة والمنسقة، ومعاكم مذيعتكم دكتورة سارة الدلال. حابين نذكركم بأرقام التواصل على 600-605-551-414 وعلى الرسائل النصية 4006. فقرتنا اليوم فقرة التغذية، فقرة أشوفها مميزة جدا، وبتكون معانا الأستاذة سهى نوفل اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة في دبي، وعشان نتكلم ونتحاور شوي عن التداخلات الأطعمة مع الأدوية. مثل ما نعرف أعزائنا المستمعين، قد تتعارض الأدوية مع بعض الأغذية والمكملات الغذائية، وذلك في تقليل الامتصاص الدواء أو ممكن التأثير عليه بشكل معين سواء كان إيجابي أو سلبي. وهذا الأمر يتطلب استشارة طبيب أو صيدلاني عند تناول الدواء مع بعض الأطعمة. نرحب معانا بالأستاذة سهى نوفل اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة في دبي، عشان نتحدث شوي أكثر عن هذا الموضوع ومع التعارض اللي يكون مع الأدوية وبعض المكملات الغذائية. صباح الخير أستاذتنا. صباح النور والسرور، أهلين يا حبيبتي. أستاذة سهى، ممكن تخبرينا شوية على الأقل
أو تخبرين المستمعين اليوم عن المكملات الغذائية وعن كيف ممكن هذه تأثر مثلا مع بعض الأدوية؟ أسعد الله صباح الجميع ونتمنى السلام للجميع إن شاء الله. طبعا زي ما إحنا عارفين إنه إحنا الدواء لما الإنسان عم بيتناول هذا الدواء وين بيتم الامتصاص؟ يتم الامتصاص في المعدة أو في الأمعاء، ونفس المكان الأمعاء دقيقة نفس هذا المكان اللي بيتم فيه امتصاص برضو الطعام الفيتامينات الأشياء اللي أنا بدي أحصل عليها من هذا الطعام في نفس المكان. إذا وجود الطعام في نفس المكان اللي عم بيستقبل الأدوية رح يأثر على هذا الطعام، إما زي ما تفضلت بيزيد من امتصاصه وبيعطيني كفاءة أفضل، أو رح يقلل هذا الطعام من امتصاص هذا الدواء أو هذا الفيتامين اللي أنا عم بتناوله، أو ممكن يظهر لي آثار الجانبية اللي موجودة في هذا الطعام اللي ممكن ما تظهر لو أنا تناولت هذا الطعام هذا الدواء لوحده. يعني لو أنا ما تناولت هذا الدواء مع هذا الطعام ممكن هذا الأثر الجانبي، سواء كان الأثر الجانبي بارتفاع الضغط أو بهبوط الضغط أو بحدوث بعض التجلطات البسيطة على المدى البعيد، ممكن لو أنا تناولت هذا الدواء لوحده ما يظهر عندي هاي الأعراض. عشان هيك ضروري جدا أني أكون عارف شو هاي الأدوية اللي أنا عم بتناولها زي ما تفضلتي وتداخلاتها مع الأطعمة. طبعا هذا بحر كبير وبحر واسع، لكن مع الأسف مش كل الناس وكل المرضى بتهتم بهذا الجوانب وبتسأل عنه وبتكون حريصة عليه. عشان هيك احنا دائما بنحاول نكون حريصين ان ننمي ونثقف ونوعي المجتمع كافة افراده باهمية الاستفسار، باهمية انك تكون حريص على انك تعرف الأدوية اللي انت بتتناولها وشو نوعها تداخلاتها مع هاي الأغذية اللي بتتناولها، لانها ممكن على الاثر البعيد تعمل لي وتظهر لي آثار جانبية سيئة تأثر على صحتي، تأثر على جهازي الهضمي، تأثر على الكلى، إذا أنا ما كنت عارف إيش الأدوية اللي أنا عم بتناولها وتداخلاتها مع الأطعمة. بيجينا بعض الناس عم بياخد مثلا فيتامين دال، عم بياخد كالسيوم، عم بياخد بعض الأدوية أو العقاقير أدوات مثلا أدوية الضغط، بس ما بيستفيد، ما عم بياخد الفائدة المرجوة من هذا الدواء. هذا كله بسبب تداخلها مع الأطعمة وعدم تناولها في الوقت المناسب اللي يجنبني هاي المضاعفات، واللي أحصل بالتالي على الفائدة الكبرى من هذا الدواء اللي أنا عم بتناوله والفوائد اللي أنا بدي إياها. نعم، دائما مثلا في حتى لو تشوفين معظم الناس يذكرون سالفة أنه أوكي ممكن نحن ناخذ على سبيل المثال الفيتامين دي أو إلى آخره، بس يمكن ما يأخذونه في الوقت الأنسب أو في أو مع مثلا دواء ثاني، أو ممكن يأخذونه مع مكمل غذائي ثاني. يعني صح الفيتامين دال يعتبر علاجي، بس في نفس الوقت ممكن يكون مكمل غذائي، بس في نفس الوقت بعد المريض ممكن يتجه إنه يأخذ مكملات غذائية مرة واحدة، مش لازم تكون التعارض مع الأدوية، بس كلها تكون في نفس الوقت. فدكتورة ذكرتينا بعض الأمثلة، بس ممكن تذكرينا أمثلة أخرى على تعارض الأدوية مع بعض الأطعمة أو حتى المكملات الغذائية؟ تمام. هلا في عندنا الناس، احنا دائما نكون حريصين انه نحكي للناس ناول الحبوب الكامله، خذ الحبوب الاشياء اللي فيها الالياف الكامله لانها هاي جيده للصحه وجيده للجسم. لكن الاشخاص مثل بعض الامثله، الاشخاص اللي بتناولوا ادويه علاج القلب لازم نكون حريص انه هاي الالياف الغذائيه بتقلل من امتصاص ادويه القلب. عشان هيك بينصحوا اغلب الاطباء انه هذا الدواء ادويه القلب بتتاخذ اما قبل الطعام بساعه مثلا او بعده بساعتين حسب ارشادات الطبيب، لكن ما يكون بنفس التوقيت مع الوجبه. هذه احدى الامثله. اللي عندنا عصير الجريب فروت، الكل عارف عصير الجريب فروت. نعم. سبحان الله كثير من الدراسات اثبتت انه هو يتداخل بشكل سلبي مع الاسف مع ما يقارب 50 مجموعه دوائيه، فلازم أنا من ضمنها أدوية التخثر، من ضمنها أدوية الضغط، عصير الجريب فروت بيأثر عليها. هذه نسبة كبيرة أستاذ أحناس. عدد 50 مجموعة دوائية. طبعا مين اللي ممكن يرشدك ويوضح لك إياها أكثر شيء؟ الطبيب والصيدلي يوضح لك هذا الدواء. لازم تكون حريص أنك ما تتناوله مع عصير الجريب فروت بنفس الوقت، ممكن هو يكون قبل
ممكن يكون بعد احنا ما بنحكي لما نحكي تداخل دوائي مش معناها امتناع عن تناول الطعام نهائيا الا في حالات محدده جدا، لكن انا بشكل عام التضارب بيكون في التوقيت، في التوقيت لانه انا ممكن اتناول مثلا العصير صباحا يكون عندي حبه الدواء في الليل او مثلا بعد العصر حسب الطبيب ما بيعطيني التوقيت. هاي المواعيد اللي انا لازم انتبه لها. عندنا مثلا الثوم ممتاز وهو أديكتيف، لكن لازم اكون انتبه انه ممكن يزيد من خطر التعرض للنزيف اذا انا تناولته بكميات كبيره وكنت اتناول بنفس الوقت الادويه اللي فيها المضاده للتخثر زي الاسبرين والوارفارين. احنا مثلا في المستشفيات نتعرض كثير للناس اللي بتاخذ الوارفارين اكثر شيء اللي هو مضاد للتخثر. نعم. دائما مع بعض المرضى اللي يكونون مثلا يرجعون عيادات القلب او الى اخره. نعم. فعصير الجريب فروت نفس ما خبرتينا استاذتنا سهى ممكن تتعارض والى اخره. استاذتنا سهى خلينا ناخذ معانا المتصل جمعه. صباح الخير متصلنا جمعه. صباح النور سرور، الله يحييكم وبارك فيكم. الله يحييك دكتورة. يعني الكلام اللي يقولون شيء جميل، لكن أنا حين كمريض ليش ما تسوون كتيب أي مريض يصير مثلا في أي مستشفى على مستوى مستشفيات الدولة يكون عند في كتيب أول ما يصير مثلا هذه يعني مثلا يقول له هالأشياء تأخذها وهالأشياء ما تأخذها، يثقف هو هذا كل مريض يكون عنده مثلا عنده قلب عنده سكر عنده أشياء تعطونه كتيب، هالكتيب يكون يفيده زين في أشياء اللي ما استخدمها مثلا قلت يثوم مع كذا غير فروت أسوال فاي، بالعكس يثقف أكثر من ما نسمع الإذاعة. أنا أسمع الإذاعة غيري ما يسمع الإذاعة، فبيكون أفضل. يعني راح مستشفى سوى الفحوصات كذا كذا قال أنت عندك أمراض كذا كذا كذا، خلاص في أشياء أنت لازم ما تستخدمها مع الأدوية هذه كذا كذا في الكتيب مكتوب. هذا اقتراح جميل جدا من طرفكم استاذ جمعه، ونحن بناخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار. بس ممكن استاذتنا سهى ممكن تخبرنا اكثر بالمبادرات اللي موجوده عندنا في هيئه الصحه عن توعيه وتثقيف المرضى؟ نعم، هو بالنسبه لهاي فعليا احنا قبل ما تكون حكومه بلا اوراق كانت حتى تصدر هاي كانت من اداره الصيدله مشكورين. أي دواء يكون فيه تعارض مع نوع معين من الأغذية كانت ترسل النشرة للمريض على غرفته، تكون هذه النشرة موجودة عند المريض إنه هذا الدواء اللي أنت بتتناوله بتعارض مع هاي الأغذية لازم تتجنبها نهائيا أو لازم تأخذها بأوقات مختلفة بخصوص الدواء هذا. يعني هي فكرة الكتيب جميلة، لكنها يعني ممكن الأشخاص يحكوا لك هذا ما بيعنيني هذا ما بيعنيني، فكانت تصدر هاي النشرات مع كل دواء بتعارض مع نوع معين من أنواع الأغذية، أو لو هذا الشخص بياخذ هذا الفيتامين مثلا نحكي مكملات البوتاسيوم يحكوا له لا هاي ما بتتناولها مع نفس الفترة اللي بتاخذ فيها الكالسيوم، لأنه الاثنين صعبين الامتصاص لكن يعيقوا بزيادة بيصير يعيقوا امتصاص بعض إذا أخذوا بنفس الوقت. هذه النشرات كانت ترفق ورقيا، وأتوقع حاليا في بتنزل على الابليكيشن التطبيق بتاع هيئة الصحة مع نشرات الأدوية. بما أنها كانت تطبق على أوراق أكيد حاليا يعني على ما أتوقع أنا لأنها تصدر من إدارة الصيدلة بترفق مع الأدوية مباشرة اللي أنا بوصفها لهذا الطبيب لهذا عفوا المريض، ترفق النشرة في المحاذير أو تداخلات هذا الطعام والغذاء مع بعضهم البعض. شكرا استاذتنا سهى على 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 التوضيح. بس مستمعنا جمعة عنده سؤال ثاني واستفسار ثاني. مستمعنا جمعة معانا؟ نعم معك الله يحييك دكتور الله يحفظك. انا طبعا اخذ مكمل غذائي اللي هو من شركة ديكس ان، عدة اشياء يعني عدة اشياء اخذها مثلا، واخذها مع الفواكه. احنا كنت استخدم ادوية مال كورونا اللي هو 8 حبات، وايضا استخدمها مكمل غذائي اللي هو مجموعة. على رمضان تعرفون شركة دي اكس ان، فهل هذه مكملات غذائية هل هالمكملات يعني مفيدة مع الأشياء اللي أنا أستخدمها؟ شكرا على استفسارك. والأستاذة سهى إذا عندك أي استفسار. هي شركة دي اكس ان على حسب معرفتي أنا هي غالبا بالأعشاب والطحالب،
بتعتمد على كثره المناعه وعلى هاي، لكن هل الكميات تناولها واخذها لازم تتبعها او تحرص انك تسال فيها الطبيب المختص، لانه اذا اي عشب سواء حتى كانت على شكل حبوب سواء كانت تنشرب شرب اي اعشاب ناخذها، اذا انا تعرضت لحاله مرضيه لازم اخبر الطبيب فيها، لانها ممكن تتعارض، اما تخفف لي من امتصاص الدواء وانا اصفي مش مستفيد من الدواء اللي عم باخذه، او انها بالعكس تطلع لي اثار جانبيه. ممكن هاي العشبه او الطحالب انت لما بتتناولها لوحدها مفيده تعطيك فوائد تقوي عندك المناعه، لكن انا لازم اشوف الحاله اللي انا عندي المرضيه، اشوف ايش الادويه الثانيه اللي انا عم باخذها وهل تتعارض فعليا مع الأدوية اللي أنا عم باخذها أو لا تتعارض حسب مكوناتها. لوحدها هاي ممكن تفيدك، لكن برضو بمعايير وكميات معينة، لكن على المدى البعيد لا، أو إذا تعرضت لأي حالة لازم أنا أعرضها على الطبيب وأشوف شو اللي لازم أتناول وشو لازم أوقف ومتى أتناول هاي الأشياء. شكرا على استفسارات المستمع جمعة، وشكرا أستاذة سهى على التوضيح الشامل اللي عطيتينا إياه. قبل ما نختم معاك هذه الفقرة، ممكن تحدثين بأي نصائح توجهينها في هذا المجال، وخاصة بما أننا نحن كنا شوي قبل شوي نتكلم عن الأمهات وعن الأشياء اللي يسوونها، شو النصيحة أو شو اللي تبين تخبرين مستمعينا اليوم عن موضوعنا اللي تطرقنا له؟ أهم شغلة، أهم شيء ضروري الأم، أو لأنها هي الأم، حتى سواء كانت تعتني في أطفالها أو في زوجها أو حتى في نفسها، لأنها هي زي ما بقول عمود البيت الأساسي. ضروري جدا تستفسر عن هي تستفسر لو حتى الطبيب مثلا نسي أو ما كان هذا الدواء كبير له آثار جانبية مع أو تداخلات مع الغذاء، الأم لازم هي اللي تستفسر، هي اللي لازم تطرح السؤال عن أي أدوية سيتم كتابتها أو إعطائها إلها أو لأي فرد من أفراد الأسرة عند الطبيب، هل هذا له أي تداخلات. ضروري تقرأ النشرة، حتى لو هي راحت اشترت دواء من لوحدها أو كان عندها وعم تستمر في أخذه، تقرأ النشرة اللي موجودة في الدواء هل له أي تداخلات، تلتزم بمواعيد أخذ الدواء أو إعطاء الدواء لأطفالها قبل الوجبة أو بعد الوجبة أو مع الوجبة، لأنه كل هذا بيأثر على كفاءة الدواء والفائدة اللي أنا برجوها من إني أخذ هذا الدواء. مثلا فيتامين دال، أفضل مواعيد إذا مش والله أنا خلص صحيت الصبح أخذ فيتامين دال وخلص، لا، مثلا عشان أستفيد من فيتامين دال لازم أعطي لطفلي مع وجبة دسمة فيها دهون، فيها دهون يعني مقليات، لا يعني فيها مثلا أفوكادو، فيها مكسرات، لأنه هو فيها الدهون اللي خلنا نقول الدهون الصحية، لأن احنا دائما نقول الأفوكادو أو مثلا السلمون أو السمك السلمون بالضبط، حتى أزيد من كفاءته ومن امتصاصه، وأغلب الأطفال بيعانوا من نقص الفيتامين دال. مثلا ما أعطي طفلي أداخل الكالسيوم مع الحديد، لأنه اثنين بيقللوا من امتصاص بعض. لا، وهذه مشكلة شائعة استاذتنا سهى، كنا ناخذ المكملات نشوف إن لا، الكالسيوم مع الحديد مع الفيتامين دال كله مرة واحدة. لا، فإحنا لازم نصير شوي نزيد الوعي عنا، والأم تكون حريصة خاصة مع الأطفال اللي بتضطر إنها تعطيه فيتامين اللي شايفاه هو طفلها ما عم بيحصل على احتياجاته الغذائية كاملة من الأكل اللي عم بتناوله. طبعا هذا بعد استشارة أخصائي التغذية والطبيب، تكون حريصة على مواعيد أخذ هاي الفيتامينات والمكملات الغذائية أو الدواء اللي عم بيكتب لها إياه الدكتور، لحتى تحصل على الفائدة المرجوة لهذا الطفل، تنمي العقل عنده، الذاكرة، العضلات، العظام، كل هذا بترتب، كل هذا مشبوك في بعضه. فإذا أنا ما أخذت وما كنت حريصة على السؤال وعلى الالتزام بمواعيد أخذ هذه المكملات أو تداخلات الأطعمة مع الأدوية، بيعطيني آثار سلبية على طفلي فيما بعد. نشكرك جزيل الشكر أستاذتنا سهى نوفل، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة ودبي. ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم بعد شوي. صحة وسعادة. حياكم الله أعزائنا المستمعين مرة أخرى في برنامجكم المتميز برنامج صحة وسعادة.
حابين نذكركم بأرقام التواصل 600551414 وعلى الرسائل النصية 4006. وعلى ذكر الرسائل النصية وصلتنا رسالة قبل الفاصل بثواني عن مريض يستفسر بخصوص تناول الدواء، هل كان قبل الفطور ولا بعد الفطور في مرضى الشريان التاجي أو مرضى اللي يكون عندهم مشاكل في تضيقات في الشريان التاجي في القلب. نتمنى لكم ألف صحة وسعادة. بس لما نحن نتكلم أو نفس ما خبرتنا الاختصاصية سهى نوفل، في أدوية معينة تنأخذ مثلا في أمراض معينة، سواء كانت مثلا أو المخثرات الدم أو إلى آخره، الأسبرين، أنواع معينة من أدوية القلب، يفضل استشارة الطبيب الاختصاصي وأيضا أخصائي التغذية لنشوف شو نوعية الغذاء والوقت الأفضل لتناول هالأغذية. فعلى سبيل المثال إذا نحن ذكرنا الأسبرين، يفضل ما ينأخذ على معدة فاضية أو مع الميلز أو مع الوجبات. فهذا على ذكر المثال، على سبيل المثال. ومنها طبعا نحاول قد ما نقدر نشوف أو نركز على الجريب فروت وعلى عصائر الجريب فروت. والحين حاليا وخلونا نحن بعد نسمع من عندكم أي استفسارات على الأرقام التواصل 00551414 وعلى الرسائل النصية 4006. فقرتنا الأخيرة لليوم بتتطرق على قصور الغدة الدرقية الخلقي، وهو مرض يصيب الغدة الدرقية منذ الولادة أو خلال السنة الأولى للطفل في مراحل نموه المبكرة، وله عديد من الأعراض الذي تتطلب التدخل الطبي العاجل لتفادي مضاعفاته السلبية على الطفل. الحديث عن هالموضوع يسرني ويشرفني أن يكون معانا اليوم عبر الأثير وعبر الهاتف الدكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي، استشاري الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. صباح الخير دكتورتنا. صباح النور والسرور، شكرا على الاستضافة، يشرفني أن أكون وياكم اليوم. شكرا دكتورتنا. دكتورتنا لو تخبرينا عن الغدة الدرقية وأسباب القصور الخلقي للغدة الدرقية، يمكن معظمنا أو معظم المستمعين ما يعرف وين هي الغدة الدرقية أو شو وظائف هذه الغدة المهمة جدا وخاصة عند الأطفال. الغدة الدرقية هي بشكل مبسط هي غدة اللي يسمونها غدة الفراشة، هي موجودة أمام القصبة الهوائية تحت تفاحة آدم في المنطقة الأمامية من الرقبة. وهاي الغدة رغم أنها غدة صغيرة وشكلها بسيط ومثل الفراشة، لكنها مهمة جدا في إفراز هرمون الثيروكسين. هذا الهرمون هو اللي بنتكلم عنه انه يصير قصور عند الاطفال حديثي الولاده، يكون هذا القصور خلقي ينولدون فيه. وايد مهم ان نعرف هالشيء، لان الطفل اول ما ينولد 95% من الاطفال ما تطلع عليهم علامات. نعم. فالتوعية في هذا الموضوع جدا مهمة. نعم، فلأن 95% من الأطفال ما تطلع عليهم العلامات، بنسأل العيل كيف تعرف أو كيف الأم أو كيف يعرفون الأهل أن الطفل عنده القصور. موجود هذا الفحص في برنامج الفحص المبكر. نعم. للأطفال اللي هي قطرة الدم اللي يأخذونها من كعب الريل على ورق نشاف، اللي يسوون فيه طبعا كل دولة عندها برنامج خاص يخص الدول، لكن في من الأمراض المهمة اللي في كل العالم موجودة. نعم. فحص صور الغدة الدرقية الخلقي موجود في كل العالم،
يسوون الحديثي الولادة ويكتشفون مبكر جدا قبل أن تطلع الأعراض إذا في خلل في الغدة الدرقية أو لا. فنفس ما حدثتينا دكتورتنا هذا الفحص موجود عندنا في دولتنا الحبيبة دولة الإمارات، ولكل الرضع أو لكل الأطفال الجدد يصير عندهم هذا الفحص، أو ممكن عن طريق هذا الفحص اكتشاف إذا في أي قصور أو خلقي للغدة الدرقية، وطبعا بجانب إلى إذا في أي لا سمح الله أي مشاكل أخرى يمكن تقصيها عن طريق هذا الفحص. بس خلنا نذكر يعني نفس ما نحن قلنا إن هذه الغدة تكون متواجدة في الرقبة في ال في ال في ال في الرقبة من الأمام، وهي نفس شكل الفراشة نفس ما قلتي دكتورة، صح إن حجمها صغير يمكن نسبيا بس عندها وظائف متعددة في الجسم، وظائف مهمة. فممكن بس دكتورتنا خلنا نشوف أو نتطرق شو الأعراض اللي ممكن الأمهات أو الأهالي يشوفونها على الأطفال بشكل عام لما يكون عندهم قصور خلقي في الغدة الدرقية. القصور الخلقي أكثر الأسباب شيوعاً هي أن الغدة هاي ما تكون موجودة، يعني يكون فيها غياب كامل فالهرمون ما يكون موجود، أو الغدة هذه ما تنمو أو أنها تنمو في المكان الخطأ، لأن هي تنمو في أثناء الحمل في الأسبوع الثالث أو الرابع مرات ما توصل للمكان المناسب، فإذا هي مو في مكانها الصحيح ما تفرز الهرمونات المطلوبة. فمثل ما ذكرت إذا حديثي الولادة إذا ما عرفوا من خلال برنامج حديثي الولادة الأعراض ما تبين، الأعراض تبين إذا ما تم العلاج عقب شهر إلى 3 شهور. نعم، فلازم الأم أو الأهالي أو اللي يقومون برعاية الطفل يمكن يشوفون هذه الأعراض خلينا نقول مش بشكل مباشر، بعد فترة بعد شهر أو شهرين من الولادة. نعم، والأعراض تكون أكثر شيء إن يحسون إن الطفل يميل إلى النوم أكثر، يكون مبنشيط، يكون عنده هدوء زايد، يعني خمول بشكل عام دكتورة. خمول بشكل عام، نعم. وكثير من الأطفال يكون عندهم إمساك، يعني عقب شهر أو شهرين يراجعون طبيب الأطفال بسبب الإمساك، ويكون عندهم ضعف في النمو يأثر، لأن الغدة هاي وايد تأثر على النمو الجسمي للطفل بشكلها مهم. أو في بعض الأطفال يستوي لهم اليرقان اللي هو الاضطرار ويتم فترة طويلة ما يروح عنهم. نعم. اللي هو اليرقان الفسيولوجي الاضطرار يكون الاضطرار نعم. يوم يبحثون عن أسباب الإمساك والاضطرار والنوم والهذا من لازم يفحصون الغدة الدرقية ويكتشفون بعدين عن طريق الدم أنه في خمول في الغدة الدرقية. وهذه ممكن الأعراض تتفاوت نفس ما قلتي دكتورة بالسبب الأساسي، سواء كانت الغياب الكلي لوجود غدة درقية أو ممكن مكانها مش في المكان الصحيح أو إلى آخره. هل هذا صحيح دكتورتنا؟ نعم هذا صحيح. فإذا وصلوا أن الأعراض طلعت هذا يأثر على النمو الذهني ويأثر على النمو العصبي للطفل، هذا أيضا جدا مهم. إحنا ليش نشدد أن هذا الفحص يتم؟ الفحص هذا يوم يسوونه بعد حديثي الولادة يحطون مثل ملصق على كتيب الطفل، فكل أهل لازم يتأكدون قبل يطلعون من المستشفى أن سووا لهم هالفحص وحطوا لهم الملصق أن تم الفحص. وبعدين عندنا إحنا في هيئة الصحة تيم كامل يتابعون كل النتائج ويتواصلون مع الدكاترة المختصين
حتى عندنا احنا ما نتأخر على حد لدرجة انه حتى لو كان يعني خارج وقت الدوام يجون الحوادث اساس يستلمون العلاج، يعني مرتبين برنامج كامل ان الطفل ما يتأخر. ليش؟ لان الدراسات اثبتت ان كل ما بدأ الطفل العلاج المبكر كل ما زاد عنده انه ما يصاب انه يفقد النمو الذهني والذكاء في المستقبل، الاي كيو يتأثر. يوم سووا دراسات لقوا انه اذا الطفل اتأخر 3 شهور يقل الاي كيو عنده، اذا الطفل اتأخر ل6 شهور يقل الاي كيو اكثر من 70 إلى 50%. يعني ممكن ان نحافظ على 80% من الاي كيو اذا بدينا العلاج المبكر. نعم دكتورتنا، فهي من المضاعفات السلبية اللي خبرتينا هي الـ IQ أو الذكاء، خلنا نقول أو الوظائف الذهنية أو النمو الذهني ممكن يكون مقتصر. هل في مضاعفات سلبية أخرى للقصور الخلقي للغدة الدرقية دكتورتنا؟ نعم، أهم مضاعفات نمو الطفل الطول. في وايد ما يعرفون أن عندهم هالقصور، وبعدين يراجعون الأهل عنها فقسم الغدد أن الطفل ما ينمو في الطول. فهذه من أساسيات الفحوصات اللي نسويها حق النمو. دكتورتنا، بما أن نحن اتطرقنا أن في تيم أو فريق متخصص وكامل لمتابعة الحالات، لتقصي ومتابعة هذه الحالات اللي لها علاقة بالقصور الخلقي، ونحب نذكر نفس ما قالت دكتورتنا العزيزة دكتورة ليلى أن نذكر الأهالي أن لازم يكون في أو ينتبهون على الملصق اللي يكون على الكتيب عند الأطفال عشان يتأكدون أن الفحص تم أو إلى تم عند قبل ما يطلع أو يصير الخروج من المستشفى. بس دكتوراتنا، كيف يتم التشخيص لهذا المرض وكيف يتم علاجه من بعد ما ناخذ هذه نقطة الدم اللي تكون عند حديثي الولادة؟ نعم، عقب ما ناخذ هاي النقطة نسوي فحص دم بالوريد، نختبر فيه هرمون المحفز للغدة الدرقية. هذا الهرمون ينفرز من الغدة النخامية اسمه TSH، Thyroid Stimulating Hormone، الهرمون المحفز للغدة الدرقية. وأيضا نختبر الهرمون Free T4 اللي تفرز الغدة الدرقية نفسها. فمن خلال فحص الدم هذا نتأكد من القصور الموجود ويبين، ونتأكد ونبدأ العلاج فورا. العلاج سهل بسيط متوفر ونبدأ فيه على طول. العلاج عبارة عن 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 حبة صغيرة. في بعض الصيدليات يجهزون على شكل سائل على شكل قطرات، لكن الحبة هذه أصلاً تذوب بسرعة، يعني ميزتها أنها زينة ومتوفرة بجرعات مختلفة من الشركة نفسها. ومن خلال الفحوصات، لأن الطفل أول ما يتشخص ويبدأ بالعلاج يكون بشكل شهري يزور الأخصائي، وبشكل شهري نسوي له فحص دم للهرمونات ونعرف إذا نزيد الجرعة أو نقللها. فهذا وايد مهم أن الأهل ينتبهون أنه ما يتأخرون على الموعد أو ما يهملون الموعد، لأن تنظيم الغدة يتم عن طريق فحص الدم. نعم دكتورتنا، فهذا الدواء أو المحلول اللي ذكرتيه هو الهرمون المعوض إذا أنا ما خاب ظني، أو هذا اللي هذا، فهو مثل كأنه هرمون خارجي، فلذلك دا يعني شيء مهم وضروري أن الأهالي يواظبون على المواعيد وعلى التحاليل، لأن هذا الهرمون نسبته تتضبط تقريبا دكتورة مع الفحوصات اللي تتسوى للأطفال. شو ممكن تخبرينا عن كيف ممكن الوقاية من هالمرض؟ نحن نتكلم عن التشخيص، هل في طريقة أو طرق نوقي الأطفال من المرض هذا؟
هو لأن خلقي فأسباب خلقية، فالأسباب الخلقية إحنا ما نقدر نمنعها، لكن في أطفال يجيهم القصور الخلقي مؤقت. يعني عندنا كثير من الأطفال على سن 2 أو 3 سنوات ممكن نوقف لهم الهرمون. إذا الغدة مو موجودة بشكل كامل ما انخلقت، فهذا خلاص يحتاجون العلاج يعني، وما في وقاية منه، أو إذا في مكانها الغير صحيح. لكن إذا ما تفرز بالشكل الصحيح مرات يكون مؤقت، يكون بسبب إن الأم ماخذة بعض الأدوية اللي تأثر على هرمون الغدة الدرقية. فهاي الأسباب ممكن، مو بالوقاية منها، أو إن ننتبه لها إن ممكن الطفل يتعدى هالمرحلة، لكن إحنا ما نوقف العلاج قبل السنتين أو 3 سنوات، بسبب مثل ما ذكرت إن وايد مهم عندنا النمو الذهني نعم، للطفل إنه يكتمل. نعم فحتى يعني لا سمح الله إذا طفل أصيب أو شخص بهذا المرض أو مرض القصور الخلقي للغدة الدرقية، مدة العلاج بتكون في أول سنتين من ضرورية ضرورية جدا ومن عمره، والأهم إن الأهالي يكونون منتبهين على الأعراض، منتبهين إن يعطون الطفل مثلا الأدوية في الوقت المعين أو إلى آخره. دكتورتنا، نصيحة توجهينها للأمهات ممن لديهم أطفال يعانون من القصور الخلقي للغدة الدرقية؟ إن يلتزمون بالعلاج بشكل يومي، هو علاج يومي، وياخذ الطفل قبل الرابعة على معدة فاضية. أنا عارفة أنتم تكلمتوا قبل الحلقة عن الأدوية اللي ياخذونها على معدة فاضية والأدوية اللي مع الأم. فهذا وايد مهم، ودائما ننبه الأهل إن الاستمرارية جدا مهمة، لأن التحاليل وايد مهمة بشكل شهري، إن نقيس مستوى الهرمون في الدم مع مستوى الاستجابة في الغدة الدرقية. نعم دكتورتنا، توازن هذا وجدا مهم. هذه نعم، أوجهها للأهل. نعم. شكرا دكتورتنا ليلى، كلمة أخيرة. إن كل الأهل ينتبهون، لأن إذا موجودين في المستشفيات الحكومية على طول هذا إجباري إن هذا الملصق يكون موجود، بس إذا مولودين في مستشفيات خاصة أو إنهم مستعيلوا، فإنه يطلعون من المستشفى، أو إذا في ولادات في عيادات خاصة أو ولادات منزلية، دائما ينتبهون إنه يسوون هذا الفحص. إن كافة الفحوصات قد تمت، وأنا أؤيد الرأي. دكتورتنا ليلى عبد الرحيم المرزوقي، استشارية الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال بمستشفى الجليل التخصصي، نشكرك جزيل الشكر. الله وحياكم الله، سعدت اني شاركت وياكم اليوم. اليوم الحلقة نفس ما شفتوا تطرقت لي عدة أشياء مهمة. بدينا أول شيء بالأطفال، يمكن اليوم الحلقة كانت شوية خلينا نقول متمركزة على الأطفال، أو بشكل عام نحن تطرقنا لعدة مواضيع مهمة، منها أن صعوبة التنفس ممكن تكون من الأعراض اللي ممكن نشوفها في متلازمة الرضيع المهزوز، ومن عقبها خذينا فقرة جميلة ويتنا أسئلة ومداخلات أيضا رائعة من المستمعين عن تعارض الأدوية مع بعض الأغذية والمكملات الغذائية. وأنهينا فقراتنا لليوم مع دكتورة ليلى المرزوقي من مستشفى الجليل التخصصي للأطفال، واللي ذكرتها عن القصور في الغدة الدرقية منذ الولادة، وكيف ممكن هذا يأثر على نمو الطفل سواء كان الذهني أو الجسدي.
في ختام حلقتنا اليوم حاب أشكر جميع اللي متواجدين معانا، سواء كانوا في الاستوديو من تنسيق وإعداد، ومخرجنا المتألق المخرج وائل، ومع منسقتنا ميرا الغفلي، وأيضا أشكر الفريق والطاقم الكامل المتكامل في هيئة الصحة بدبي، وأشكر أحلى مستمعين معانا اليوم الصبح في برنامجكم المتميز برنامج صحة وسعادة. كانت معاكم دكتورة سارة الدلال، وإلى الغد إن شاء الله نشوفكم أو نسمع تسمعونا بخير وصحة وسعادة. صحة وسعادة.